قرار تسقيف ميزانية واردات أجزاء تركيب السيارات عند 2 مليار دولار سنويا، والذي من المنتظر تطبيقه في الفتح من شهر جانفي، أي أن الواردات التي جرى إدخالها إلى البلاد أو ترسيم طلب استيرادها سيتم احتسابها ضمن 2 مليار دولار المحددة. ما رأيك مجددا في هذا الموضوع؟ نعم، شكرا. هي في الحقيقة أي إجراء تتخذه الحكومة يجب أن يكون مدروس ويكون له قواعد. يعني ما نظنش بأن الحكومة راح توضع قانون لتسقيف حجم الواردات أو تقسيط الواردات دون أن تتطرق لهذه التفاصيل. إذا كان هناك طلبات تمت قبل جانفي 2019 لازم تؤخذ بعين الاعتبار هل هي داخله في اطار التقسيط ام لا. اذا هنا اذا كان هناك طرف من الاطراف قصر، اما الزبون الجزائري الذي تجاوز الطلبات وهو في هذه الحاله اظن بان البنك لا يقبل له بان يتجاوز التقسيط، لان القانون الصادر عن وزاره التجاره او الاجراء الذي اتخذته وزاره التجاره يحدد السقف، وبالتالي البنك لا يتجاوز هذا السقف خلال توطين الفواتير والطلبيات. إذا نظن إذا كان هناك إما البنك لأنه وطن العملية اللي تجاوزت السقف فهو مخطئ في هذه الحالة يتحمل المسؤولية، إذا كان الزبون أيضا تجاوز الخصم نمنع استيراد هذه المادة، وإذا كان وزارة التجارة لم تأخذ بعين الاعتبار الطلبيات الزبائن قبل جانفي 2019 فهنا وزارة التجارة تحمل المسؤولية. وبالتالي نظن بأنه أحد المتدخلين قال بأنه هناك عدم استقرار القوانين، وهذا عيب على بلد كالجزائر. طيب، أنها تغير القوانين كل 6 أشهر، هذه استثمارات ثقيلة. يعني المركبين حوالي 4 أو 5 مركبين، إذا كان قام بمشروع التركيب يجب أن يحميه القانون، على الأقل تكون هناك استقرار في القوانين. إذا كان أحدهم قام بتركيب مصنع لتركيب سيارات، نعم، وفي خلال 2 أو 3 سنوات نسقف له المبلغ المخصص لاستيراد أجزاء السيارات، فهذا يؤدي إلى عدم استقرار داخليا، نعم، وعدم الثقة خارجيا، لأنه حتى بالنسبة للخارج راهم يتبعوا الوضعية تاع الجزائر، راهم يتبعوا الاستثمارات إما المتعامل إما المستثمرين، نعم، الأجانب. نعم نعم سيد أبو بكر السلامي، كنت قد قلت ربما طبقت منذ جانفي هذه القرارات من جانفي المنصرم. إذا نتحدث كذلك أو عاد للسطح الحديث عن ملف السلع العالقة في الموانئ الجزائرية، خاصة أجزاء تركيب السيارات، ما هي انعكاساتها السلبية على هذه الظاهرة؟ نعم، يعني أنا قبل ما نتكلم على الانعكاسات تاعها قلت من هو المتسبب فيها. المتسبب هل هو الزبون الذي طلب سلعة خارج إطار السقف المحدد، أو هو بوزارة التجارة التي لم تأخذ بعين الاعتبار طلبيات قبل جانفي 2019، أو هي البنك الذي وطن فواتير لتجاوز السقف، وبالتالي يجب تحديد المسؤوليات. الاثار تاعها اثار سلبيه على البنك وعلى الزبون وعلى المصنع اللي ركب السيارات وعلى العلاقه مع الخارج، مع البنوك الخارجيه، مع الزبائن الاجانب، مع المستثمرين، عندها اثار سلبيه جدا على الاقتصاد الوطني، ونحن في وضعيه لا تحتمل المزيد من الصعوبات ومن المشاكل. كيف يعني انت حاويات تحمل سلع وتقفل في الميناء؟ من هو المتسبب؟ يجب ان يحاسب من هو المتسبب في هذا في هذا في هذه الكارثه. أكيد ربما أكيد. نعم، حتى ننسق هذا الموضوع، ربما ما هي الانعكاسات كذلك على البنوك سواء داخليا أو في علاقتها مع الدول الخارجية؟ طبعا البنوك الخارجيه في تعاملها مع البنوك الجزائريه هناك اتفاقيات وهناك قوانين دوليه تحكم هذه العلاقات. يعني اذا كان بنك اجنبي ضمن المصدر الاجنبي اللي هو مورد للزبون الجزائري، اذا ضمن دفع البنك الجزائري ما عليه الا ان يتحمل مسؤوليته، لان العمليه راهي موطنه في بنك، والبنك ما دام التوطين يكون اولا مطابق للقوانين، ثانيا يجب الالتزام، يجب الدفع. أكيد، لأنه هذا خطير جدا. أكيد. إذا أولا التأثير على العلاقة مع الخارج مع البنوك الأجنبية، اللي كما قال الأخ محمود في التقرير تاعه أنه يكون من الآن فصاعدا إذا وقعت مشاكل كما هذه رايحة تسيء إلى السمعة البنكية المالية الجزائرية، ويكون التعامل بحذر مع البنوك الجزائرية ومع المتعاملين الجزائريين، هذا من غير الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الزبون الجزائري. أكيد، خاصة أنه صورة البنوك الجزائرية في الخارج. نعم أكيد
هذا يعني امر يسيء، يعني الوضعيه تاع الجزائر ماهيش مليحه، راهي سوداء ونزيد تسودها اكثر. يعني كان من المفروض وفي الحقيقه كل هذا انعكاس للوضعيه السياسيه، وبالتالي نتمنى ان شاء الله نخرجوا في اقرب وقت من هذه الوضعيه، ولكن الوضعيه كانت سيئه ونزيدها سوء على سوء، يعني نزيد نسود صوره الجزائر من كل النواحي باتجاه الخارج. طيب حتى الخروج من هذه الازمه، ما هي ربما الحلول في مثل هكذا ظروف؟ الحلول هي الخروج الى نظام جديد، هذا طيب. هو نظام جديد سياسي يتبع نظام اقتصادي، الاقتصاد راه مرتبط بالسياسه، ما نقدرش اليوم نلقى حلول للمشاكل الاقتصاديه، يعني صحيح نسيرها تسيير يومي، تسيير آني، ولكن على المدى المتوسط والبعيد استراتيجيه فهي مرتبطه بالسياسه، اذا كان من نهايه السنه ما لحقناش باش نوصل للحل السياسي، رايحه الوضعيه الاقتصاديه تتعقد اكثر فاكثر، وبالتالي فان الحل الاقتصادي مرتبط بالحل السياسي 100%. نعم، هل أنا من كلامك أفهم أنه عدم الالتزام سيؤثر أكيد على الأزمة وسيؤثر على التجارة الخارجية، أليس لا؟ أو ليس كذلك يعني حسب كلامك؟ طبعا يؤكد على سمعة خاصة في الجزائر، النشاط التجاري، نعم. طبعا يؤكد على سمعة الجزائر المالية، إمكانية الجزائر على الدفع، إمكانية الالتزام بالاتفاقية الدولية وبالقوانين، ممكن تجرنا إلى المحاكم الدولية، ممكن وهذا كله سلبيات بالنسبة يعني الصورة تاع الجزائر، أولا الصورة، وثانيا المعاملات، راح تأثر المعاملة التجارية مع الخارج، وبالتالي الوضعية وضعية سيئة جدا، لا يجب أن نزيدها سوءا. يجب تحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين، يجب وهذا استعداد طبعا للتحول الاقتصادي والسياسي، ولكن اليوم ما عندناش حلول كثيرة، يعني نسير الأمور يوم بيوم، يعني هذا كل ما نستطيع فعله هو التسيير الحكيم يوم بيوم، يعني إلى غاية الخروج من هذه الوضعية. نعم، جزيل الشكر لك سيد أبو بكر سلامي خبير في الشأن المالي على كل هذه التوضيحات في هذا الموضوع.